يا مساء السعادة. بص الرخام بتاعتنا ضيقة 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 اهو، اظن بقى ان احنا هنعمل ايه. انا عندي بسبوسة، بواقي بسبوسة وبواقي كنافة، وعندي صوص كراميل، وعندي كريم شانتيه هنا على جنب، تمام. كل دي بواقي عندي، تمام. هنعمل النهاردة المدلعة. لو انت ما عندكيش البواقي دي، عبارة عن بسبوسة، دي عبارة عن كنافة متحمرة، ده عبارة عن صوص الكراميل. صوص الكراميل قبل كده احنا قلنا صوص الكراميل ده بتكرملي كوبايه، كل كوبايه سكر عليها كوبايه لبن، واللبن بتاعك يبقى دافي. بصوا تكرملي باينه، تكرملي اهو، تكرملي كوبايه السكر وتنزلي عليها بكوبايه اللبن الدافيه، تقلبي قلبتين وتسيبيه يبرد. ده ممكن تحفظيه على فكره في برطمانات في الثلاجه فتره طويله جدا، تمام. هنا عندي ممكن تعملي سنيت كنافه وسنيت بسبوسه لو انت لسه ما عندكيش البواقي دي وعايزه تعملي المدلعه. هتعملي سنيت بسبوسه وسنيت كنافه، تمام. يا تفروليها كده يا تخليهم الاثنين على بعض وتحشيهم يبقوا طبقات، تبقى هي الكنافه سليمه والبسبوسه سليمه. بس جربي الطريقه دي حلوه جدا. هاتي نص كيلو كنافه او ربع كيلو كنافه، يا ستي ربع كيلو كنافه، وحمريه قطعيه وحمريه، ما تحطيش عليه مكسرات، تمام. واسقيه عادي بالشربات كانك هتاكليه عادي خالص، تمام. حمريه بمعلقه سمنه بلدي حلو جدا، واعمليه واديله اللون ده وفروليه خالص كده وسيبيه. وهنا البسبوسه بعد ما تسويها فروليها، ويستحسن ان هي تبقى حمراء كده. هتطلعيها حمراء قوي كده ازاي؟ برده هتسوي الدقيق السميد شويه على البوتاجاز، بس تبي سريعه جدا جدا من غير اي سوائل من غير اي اضافات. وعندي الكريمه وعندي صوص الكراميل، هعمل احلى مدلعه النهارده. هعمل ايه بقى؟ هات المحكش على جنب هنا، هجيب معلقه ونقول بسم الله. وهننزل هنا بالكنافه بتاعتي اهي، هتجي عليها مكسرات زبيب وجوز الهند وزداني. ممكن انت امكانياتك اعلى حطي مكسرات، فستق عين جمل، بندق، اللي انت عايزاه، عايزاها ساده براحتك، بس هي بالمكسرات برضو طعمها حلو جدا اهو، احلى من الدلع. يبقى احنا قلنا هنجيب ربع كيلو كنافه او نص كيلو كنافه، الكميه اللي انت عايزاها. لو ربع كيلو كنافه يبقى نص كيس البسبوسه مش كله، عشان تبقى بس ايه المقادير بتاعتك متساويه تبقى ايه حلوه. بصوا اضغطيها بس قوي كده اهو، طعمها حلو جدا لما بتبقى متحمره مش معموله صينيه. جربي الطريقه دي هتعجبك جدا. حمريها بس بسمنه بلدي كده، عندك سمنه بلدي عادي بسمنه عاديه، وتقومي حمراها حلو قوي كده، تقومي فرده في الصينيه. سقيها شربات على فكره، ما سقيش شربات، الكريمه دي خام ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش سكر. ليه بقى؟ عشان البسبوسه عندي مسقيه، الكنافه مسقيه، صوص الكراميل عباره عن سكر، فمش محتاجه. نحط طبقه كريمه حلوه كده، بسم الله اهو، طبقه كريمه سميكه كده عادي ان هي تلزق منك، عشان اصلا عشان الكنافه مش صينيه، كنافه اصلا متفروله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، جيب حتة كريمة كمان اهو، ممكن نجيب ايه نفرد بيه؟ هي ان شاء الله هي تسعف معانا اهي. حاولي بقدر الامكان اهو توزعيها بس كده على فكره. ممكن تفرديها بايدك، بلي ايدك بس زيت خفيف او ميه اهو. حطي كريمه هنا في الحتت الفاضيه اهو، احلى مدلعه ببواقي الحاجات اللي عندي. واحنا قلنا ان احنا ممكن نعملها من غير بواقي، نعملها جديده خالص بالطريقه اللي انا بقول لك عليها. نحمر الكنافه على البوتاجاز، ونحمر البسبوسه، هتديني احلى مدلعه، احلى من اللي هي الصواني.
ان انا خبطت كتير، بس مش مشكله. نعمل ايه بقى؟ بصوا نعمل حرف الصينيه بس كده اهو، نغسل ايدينا. تمام، حطي طبقه بس كريمه حلوه سميكه. هنعمل ايه بقى؟ همسك البسبوسه بايدي كده اهو، مش بمعلقه اهو، وزعيها كده اهو. مش لازم تحطي الكميه كلها، بصوا ممكن نعملها بايدينا، نكمل بايدينا احسن. نرفع بس العبايه كده شويه، بصوا ممكن تكتري بقى في البسبوسه في الكنافه، احنا بس عشان دي بواقي عندنا فمش هتلاقي الحاجه كتير، بس حرام نرميها، هنعمل احلى من الدلع. ترميش حاجه اهو، بس هي تبقى جميله اهي. احلى متدلعه يا خلابي. متدلعه دي ولا مش متدلعه؟ وانا مش عارفه ليه هم مسمينها كده اصلا، بس ما علينا، لو حد يعرف هي ليه الاسم ده اصلا، بس مش مشكله. اضغطي بقى بايدك كده اهو، عشان حتى الطبق اللي تحت ايه تبقى ايه، مش عايزه اقول لكم طعمها عامل ازاي. واو خطيره اهو. نغسل ايدينا، نشف ايدينا، نحط. بصوا على فكره احنا ممكن مش لازم نحط كريمه، يعني ممكن ما تحطيش كريمه تاني، بس انا ايه هحط حته كده، يعني مش شرط تحطي كريمه تاني، لان انا حشيها ما شاء الله حلو جدا، يعني حاطه كريمه في النص حلو قوي. ممكن تعملي طبقه كريمه خفيفه كده مع صوص الكراميل، ديكي واو. بصوا بقى اهو، تبعتي تجيبي ب10 جنيه كريمه تدلعي العيال اهو. اهم حاجه تجيبي الكريمه بتاعتك خام. على فكرة ممكن تحطي شوكولاتة، بس مش هتحطي سكر، مش هتحطي شربات، ده صوص الكراميل اهو. بصوا صوص الكراميل، هوريكوا حاجة بس. بصوا صوص الكراميل، حطي طبقة بقى. واو واو بصوا، كتري كتري، احلى متدلعه. متدلعه دي ولا مش متدلعه؟ نجيب حاجه بقى نزين بيها، نجيب اي حاجه نزين بيها، كريسب او حاجه، وهرجع لكم. بصوا رجعت لكم تاني، بصوا من قريب اهو، للاسف ما لقيتش كريسب، الكريسب خلص، فحطيت عليها جوز الهند وزبيب. بصوا شكلها عامل ازاي، يلا بالهنا والشفا، اشوفكم في فيديو اخر. باي باي.